جاهز؟ ألو مرحبا، مرحبا، 6-1-1 إنسان سوري، معي أنا إياد كلاس. الإنسان السوري، الناس بسوريا. الإنسان السوري بيبحث عن الأمل تحت التراب، وبإيديه يحفر ليلاقي قد ما كان كبير الخراب. لما بسمع صوت القذيفة بركض أنا وفريق تبع الدفاع المدني باتجاه الانفجار، وصار لي 4 سنين على هالحال ومستمر رغم ازدياد الدم وانتشار الدمار. هيك خبرنا ليث العبدالله بكلماته عن حياته في سراقب الغافية على حلم جميل، حياته يلي تغيرت كليا بهدف مساعدة غيره، رغم انه بالأصل لعائلته وولاده 3 هو وحده المعيل. بلش نشاطه من زمان وشكل فريق إسعاف بعد أول قذيفة دبابة داخل المدينة، وبعدها كل البراميل والصواريخ والطيران والحرب ما خففت عنده العزيمة. مع الخراب يلي بيصير عند كل ضربة مدفع، ليث اضطر يتنقل بين الإنقاذ والخدمة الإسعافية، ليبحث يوميا بين الإنقاذ عن خيبات أمل بوجود ضحايا أو عن سعادة بوجود أرواح حية. كتير من الحزن والتعب والموت والمرارة والحفر بالإيدين مقابل القليل من السعادة بنجاح مهمة إنقاذية. وهي قصة طويلة بدأت مع ليث وقت انتشر جثة أخوه من تحت أنقاض أوائل الغارات الجوية. قصة ما بينسى منها ليث مجازر الملجأ والصناعة والحريق الكبير بكل مشاهدهم الدموية. بس مثل ما ممكن تتوقعوا، حيطان سراقب الشهيرة ما نفدت بدون ما تحمل من ليث بعض الكتابات، لأنه عن طريق الكتابة أو التصوير بيسعى ليث دائما أنه يوثق ما حواليه من حكايات عن قصص غيره وعن قصصه الشخصية بين الاختطاف والسجن والاعتقالات. ليث بيسمي سراقب قلبه وأمه وحبيبته، ومقرر ما يتركها لينزح برا البلاد، وسعيه للكرامة والحرية وحقوق الإنسانية مستمر بتفاصيل حياته اليومية وبكل عناد. ولما ما بيكون تحت الأنقاض بتلاقيه بأي فعالية مفيدة عم يشارك أو عم يكون عليها قائم، حملات كتير كتيرة مثل أبني وطني بعلمي، لباس العيد وإفطار صائم. هاي الفقرة هي من وحي قصص حقيقية من صفحة الإنسان السوري، وهي بالتعاون معهم وبالتنسيق مع سوريا حكاية من حكاية.